السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وصفات متنوعة وعلى طريقتي الخاصة. اليوم خياتي وحباباتي جبت لكم سلطة فخوي أو سلطة الفواكه. إذا أنا جبتها لكم بلا كريم شونتيي وجبتها لكم سامبل، يعني وانتوما تختاروا اللي حبيتو. إذا كما راكم تشوفوا فيها زينتها بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا، تحبي تاكليها سامبل ولا تحبي ديرها بلا كريم شونتيي. إذا نروحوا لطريقة التحضير ونشوفوا ونحضروا هذه المكونات. انا عندي هنايا بعض الفواكه وانتي اختي استعملي الفاكهه اللي عندك، ما الا عندك مكون نوع حبه ولا زوج راح يلبي الطلب. اذا انا كما راكم تشاهدوا انا عندي هذا السيغو، انا كان بقالي من القطايف، اذا درت القطايف وقعد لي السيغو. اذا انا واش قلت يعني نستعمل السيغو في بلاص جي دورانج ولا اي شيء. ديري كاس تاع السكر ونفسه تاع الماء، يعني كاس سكر كاس ماء، حطيهم فوق النار بعد ما يتغلى حسبي 10 دقائق وطفيه. اذا خديت انا هذا السيغو حطيته في البول، يعني انا صفيته. علاش؟ باسكو كي درت القطايف قعدوا لي شويه هذوك الفتات تاع القطايف هذوك، يعني كيصح منه درت شويه بزياده. اذا قعد لي، قلت انا ما كان لهم طيب نستعمله. استعملي انت كاس، ما قلت لك ديري كاس سكر وكاس ماء نفسه، يعني نفس العبر، حطيهم فوق النار كي يتغلى احسبي 10 دقائق يجي يعني شباب، ونكهيه اما بشويه مزهر او بالبنسي تاع القرفه او يعني ديري له الفاني او اي نكهه تحبيها. اذا هنا بديت انا بالاناناس، نحيت لها هذيك القشره الخشينه تاعها سي نورمال، ومن بعد قطعتها. ولا ما عندكش هذه الاداه خدي سكين وقطعيها نورمال، وقطعي هكذا مربعات كما راك تشاهدي. وكنت نحيت انايا واحد شويه حبيبات، يعني هاو زوج دائرات هكذا تاع الاناناس باش نزين بهم كما راكم تشاهدوا. حطيته في البول اللي فيه السيرو كما قلت لكم، انا مانيش راح نديرها بجي دورونج، يعني حبيت نبدل شويه. خديت تانيك البرتقال، نحيت له كامل القشره بهذه الطريقه، وكل واحد يقشرها كما يحب. انا نحيت كامل، نحيت كاع داك الابيض يجي في البرتقال ولا في التشينا، هاي ليك نحيتهم كامل، نقيت هذا. ومن بعد قطعتها ايضا مربعات كما راك تشاهدي هنايا، يعني هاد الحوايج على بالي تعرفهم. ونحيت كامل هذاك القشره اللي تجي من داخل البيضه هذيك، نحيتها تاني هذيك شويه يابسه، نحيت كل شيء، يعني نقيتها مليح وقطعتها مربعات. وكل ما نشوف قشره يعني هذيك البيضه من داخل نحيها بهذه الطريقه، يعني راح نغيروا شويه في عط احيانا بلا غير تكون عندنا كل نوع، يعني تبقى لنا حبه تشينا حبه تفاح كل خطره وش يبقى لنا. اذا على ما نخلطوهمش كاع وندوقوا من كل شيء بلا ما كل واحد واش يدي، واحد يطير له تفاحه، واحد يطير له حبه بنان، واحد نخلطوهم كاع وراح ندوقوهم كاع. اذا خديت هنا الليمون، عندي زوج حبات خديتهم، يعني ماشي مشروط خضر ولا صفر، ديري اللي حبيتي. انا كانوا عندي هادو، درت انا الليمون وصفيته. علاش؟ باش نحينا هذاك، باش كي نديروا البانان ونديروا التفاح ما يكحلناش. هايك نعصرهم نصفيها نحطها مع هاد المكونات هادو، ومام تو تعطينا لاسيديتي. انا قشرت التفاح، خديت انا هاد السكين، ما عنديش لاباسيونس في هذاك الموس العادي يا خاوتي، ما عنديش لاباسيونس في هذاك الموس، يعني نقعد نقشر بالحبه. اذا بعد ما قشرتها مسحتها بالليمون هكذا باش قعدي صفراء، وقطعتها هايديك كما راكم تشاهدوا هنايا. شوفوا واش كيفاش هايديك، نحيت لها كامل، حكيتها كاع بهذاك القارص باش قعد لي بيضه ثاني. هذيك الجلفه اللي قعدت لنا كي عصرناها قعدت لنا فارغه، هذيك مسحت بها الحبات كما راكم تشاهدوا هنايا. قطعتهم كامل مربعات صغيره، ونحيت لهم لي في الوسط هذيك الزريعه وكامل، هاي ليك نقيتها كامل هكذا بهذه الطريقه وقطعتها هاي ليك. اذا راح نخلطها مع هذا الخليط. ها كما راكم تشاهدوا درنا الاناناس، درنا البرتقال، ودرنا التفاح، ودرك نروحوا نزيدوا نديروا حاجه اخرى. هاليك الحبه اللي قعدت ثاني نقطع فيها، مسحوها بهذيك كي تعصر القارص، هذاك اللي يبقى لكم هذاك حكوا به هذيك الحبه تاع القارص باش ما يكحلكمش. اذا هنا خديت الكيوي قشرته تانيك نفس الشيء، عباكم الكيوي يزلج مسحت يديا و ما نقدرش نحكمها، يعني حتى طارت لي الحبه. اذا قطعتهم انا هكذا كما تشوفوا ايضا مربعات، وخليت حبه للديكور نخليهم على الاخر هكذا باش نحطهم يعني في الاماكن اللي ما يبانش فيه الكيوي نحطهم يبانو. احيانا نحو كل نوع، نحو شويه شويه باش نخلو كاع الفاكهه تاعنا تبان هكذا، تليق يعني للضيوف، تليق لافراد العائله، تليق يعني اذا كيما راكم تشاهدون هنا كانوا عندي حبات مندرينات صغار ثاني قشرتهم، نحيت لهم هذيك القشره وحطيتها مع يعني هاد لاصالاد الفخوي هادي. وشنو هاد المندرين هادي ما عندهاش العظم هايلك.
خلطهم كامل مع بعض وصيغوا هذاك، يعني راح يمدلي واحد الذوق شباب تانيك، نغيروا على جي دونج. خديت هنا تانيك البنان بنفس الطريقه، ديري الحبات اللي عندك، ماشي مشروط ديري ثلاثه ولا هاي، درت بزياده هنايا، قطعت باسكو البنان يخسر بالخف، اي مره قلت ندي براسي بالخف يتحل. خدت لي تاني خلطتهم، وهنايا خديت لي فريز، خليت غير حبيبات اللي نشبح بهم، ولو غاس قاع درتو هايليك، ونخلطهم كامل مع بعض بهذه الطريقه. درت هنا زوج ملاعق كبار تاع مصر، انا درت زوج ملعقات اكل تاع مصر، انا ما درت هنا لا بنسي، بصح تقدري ديري قرصه قرفه، تحبي ما ديريش المزه ديري قرصه قرفه. اذا اللي تحبوا بالشونتيي، خديت انا كاس حليب وكاس غبره شونتيي، يعني نفس الكيل، كيما ديري كاس حليب ديري كاس شونتيي، يعني الحليب يكون بارد بارد جدا، وخلطيهم هكذا بهذه الطريقه. طلعيه بالباتور هايليك، طلعيه بالباتور مليح حتى يعني تقلبي البول ما يطيحلكش، طلعيه مليح بالباتور كيما قلت لكم، نفس الحجم نفس الحجم، الا كان كاس حليب ديريه كاس غبره. خديت انايا هنايا لي بول، وخديت هنايا لي كوب هذوك. بون هادو لي بول درت لهم سلطه يعني دو فروي سامبل، ها كيما كتشوفوا تنكل هكذا في لي بول هادوما هايليك، ها مليك شابين هكذايا، ها مليك يعني بريزونطاب، وحطيت يعني كل نوع فاكهه تبان. وهادوما راح نديرها بال لا كريم شونتيي، باسكو عنده لا فورم تاعو تليق مع لا كريم شونتيي. اذا درت فاكهه ومن بعد درت لا كريم شونتيي، ومن بعد درت الفاكهه من فوق هاي ليك، ومن بعد زدت لا كريم شونتيي. اذا درت فاكهه درت لا كريم شونتيي، ومن بعد فاكهه ومن بعد لا كريم شونتيي، وزينتها. اذا في الاخير كما راكم تشوفوا هنا الكيفيه تاع ناري وجدت سهله مهله، ديري الفاكهه اللي عندك ووش عندك وبالكميه اللي عندك، يعني ما محبه كيوي راح تلبي الطلب، ولو ديريها هكا في الاخير يعني من الجوايه اللي تبان، وديري شويه بنان شويه تفاح، ولا عندك برتقال خير خلطي كامله، عندك ما من الميلون هذاك شغل بتيخ الصفر هذاك، ديري واش حبيتي، قطعيهم مربعات ونكهيه يعني بالنكهه اللي تحبيها. كاين اللي يديرها بالمزهر، كاين اللي يديرها بالقرفه يعني غير بانسي هذاك تاع القرفه، وكاين اللي يديرها يعني بالفاني ولا باي شيء تحبيه، كاين اللي يدير بالجي دورونج، وانا درتو بالسيرو. اذا في الاخير نتمنى ان شاء الله هذه الكيفيه تعجبكم، تليق في السهرات الرمضانيه، ديريها في الثلاجه تبرد يعني راحه يعني منعشه منعشه، ودرت لها هذاك العصير الليمون اللي عطاتني لاسيديتي هذيك او عطاتني ديك الحموضه. في الاخير نقول لكم خياتي وحباباتي، شاركوا في قناتي، تفعلوا الجرس كي يصلكم كل جديد، وفي الختام نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.